النصيحة ديالي هي أولاً للآباء والأمهات، الله يجازيكم بخير، ما تخليوش الأولاد ديالكم يخرجوا. ثاني حاجة النصيحة للشباب اللي في السن ديالنا، الله يجازيكم عاد لوح الخلية في الدرب ديالكم، تكون قادرة بأنها تعقم الأبواب والمنازل وما كانتش قادرة على هادشي غير دواعي بعدا. هادشي اللي كاين. وثالث حاجة المحسنين إذا قدروا يعاونونا بأننا نشريو ماتريال آخرين والأدوات آخرين والمواد ديال التعقيم، إن شاء الله تتبادل التعاون كاملة. وكنتمنى أن تدعم هاد الفكرة على الجميع وشكرا. في إطار انتشار فيروس كورونا ودخوله إلى بلدنا المغرب، قررنا نحن كشباب حي خندق الزربوح أن نقوم بحملة تعقيم لجميع أبواب المنازل. هذه البادرة الطيبة يعني جاءت الفكرة إلينا يوم أمس عندما كنا جالسين أنا وإحدى الأصدقاء، فطرحت عليه الفكرة ولقيت قبولا من طرفه. كل ما في الأمر أننا استدعينا شباب الحي وما عليهم إلا أن لبوا الدعوة برحب وسعة كبيرة. يعني لاحظت على محياهم أنهم شغوفين ومتحمسين لهذه المبادرة. يعني بدأنا اليوم بهذا الحي الكامل تقريبا، لكن لدينا برنامج يعني سيكون على مدة 15 يوم. الشيء الذي ألاحظه هو أن هناك استهتار كبير من طرف المواطنين. نلاحظ أن الكل يخرج، يعني الشوارع مكتظة. الشيء الوحيد الذي أود أن أقدمه أو كنصيحة لكم، الله يجزيكم بخير، احنا يا ماشي هذه عطلة ولا شي حاجة، احنا يا في واحد الوضع استثنائي. الدولة قررت بأنها تمنع المدرسة. النصيحة ديالي هي أولا للآباء والأمهات، الله يجزيكم بخير، ما تخليوش الأولاد ديالكم يخرجوا. ثاني حاجة النصيحة للشباب اللي في السن ديالنا، الله يجزيكم عاد لوح الخلية في الدرب ديالكم، تكون قادرة بأنها تعقم الأبواب والمنازل وما كانتش قادرة على هادشي غير دواعي بعدا. هادشي اللي كاين. وثالث حاجة المحسنين إذا قدروا يعاونونا بأننا نشريو ماتريال آخرين والأدوات آخرين والمواد ديال التعقيم، إن شاء الله تتبادل التعاون كاملة. وكنتمنى أن تدعم هاد الفكرة على الجميع وشكرا.